بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعين الكرام. خبر جديد ولقاء جديد يتجدد بكم على مدار الساعه. خبر اليوم بعنوان: السعوديه تعلن 7 شروط لنقل العائدين للمملكه ومتطلبات للسفر الى 25 دوله. اخيرا اعلنت الخطوط الجويه السعوديه عن عوده المقيمين الموجودين خارج المملكه بإذن الله، لكن بشروط وتحديدا 25 دولة. لكن قبل ما نروح لتفاصيل الخبر، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر التنبيهات. أعلنت الخطوط السعودية 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة، داعية ضيوفها إلى اتباع الإرشادات الصحية بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية في السعودية. وتضمنت شروط السعودية للمسافرين إلى المملكة إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول، وأن جميع الضيوف سيخضعون للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام، 3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر، داعية جميع ضيوفها إلى تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما. واشتملت الشروط على تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد، والاتصال فورا على 937 في حالة ظهور أي من الأعراض، أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة، والدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي، مطالبة الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية. ودعت الخطوط السعودية إلى الدخول إلى رابطها لمعرفة متطلبات السفر إلى 25 دولة، وحددت 25 دولة وهي كالآتي: الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، تونس، الصين، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، تركيا، اليونان، بنغلاديش، الفلبين، ماليزيا، جنوب أفريقيا، السودان، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، أندونيسيا. خبر مفرح جدا، تعود الحياة إلى طبيعتها. السعودية 7 شروط لنقل العائدين للمملكة ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة. المصدر جريدة عكاظ. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.